هلو جايز، اسمي مستر عبد الوهاب انا اور انجلش كلاسز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر عبد الوهاب ودروس الانجليزي تعليم الانجليزي للمبتدئين. النهارده ان شاء الله احنا هنخش في الوحده الثالثه في الدرس الاول. احنا يا جماعه في الفيديوهات اللي فاتت خلصنا الوحده الاولى والثانيه، كل وحده مقسمه فيهم لفيديوهين كلمات، والفيديو الثالث بتاع القصه بتاعتهم. النهارده ان شاء الله هنبدا في الليسون الاول في يونت 3. النهارده مجموعه من الكلمات برضو باذن الله. الكلمة الأولى معانا هي كلمة alien. alien alien an alien is a creation from another world. an alien is a creation from our from other world. يعني إيه؟ يعني alien هو الفضائي، اللي هو مخلوق من عالم تاني. the alien came in peace. the alien came in peace. the alien came in peace. يعني المخلوق الفضائي أو الفضائي ده جاي في سلام، مش جاي يأذي حد. تمام. نخش في الكلمة اللي بعدها. الكلمة اللي بعدها هي ايه؟ among. ويا جماعة الان جي انا مش عايزة تقول among، لا among، وما نقولش among. يعني في ناس بتقول لك شيل حرف الجي خالص، لا انا مش عايزك تشيل حرف الجي خالص، ومش عاوزك تشيل حرف الان خالص، لا among. تمام. ايه معنى among ده؟ If you among a certain thing, it means all of it around you. يعني انت لو بجانب حاجة او مع حاجة بقى كلها حواليك. تمام؟ طيب خلينا نحطها في جملة. نحطها في جملة مثلا نقول There was a red apple among the green ones. There was a green apple among the red ones. يعني هناك تفاح حمراء وسط التفاح الأخضر. طيب تمام. الكلمة اللي بعدها chart. chart يا جماعة حرف السي اتش بنطق في أغلب الحالات تشا. يعني مثلا في كلمة زي كلمة بحث، أغلب الناس بتقولها سيرش، بس الكلمة النطق الصح بتاعها سيرش. هنا برضو chart. يعني ايه chart؟ ايه معناها؟ A chart is a list of information. A chart is a list of information. يعني chart هو رسم البيان، يعني هو قائمة من المعلومات أو من البيانات. طيب خلاص خلينا نحطها في جملة عشان نفهمها. هنقول مثلا We used a chart to know or to see how we had improved. We used a chart to know or to see how we had improved. يعني احنا بنستخدم الرسم البيان ده عشان نعرف هنتحسننا ازاي. زي مثلا لما يكون في شركة عاوز تشوف المكسب والخسارة بتاعتها. تمام. خش الكلمة اللي بعدها. الكلمة اللي بعدها كلمة cloud. cloud is a group of water dropped in the sky. cloud is a group of water dropped in the sky. اللي هي السحاب. طيب خلينا نحطها في جملة كده. the sky was filled with white clouds. The sky was filled with white clouds. يعني السماء مليئة بالسحب البيضاء. أكيد هو في سحب ألوان تاني أصلاً يعني. يلا معلش. Comprehend. To comprehend something, to know or to understand it. To comprehend something is to understand it. يعني إنك تشرح حاجة وتفهمها بمعنى إنك تفهمها. Comprehend the meaning of understand. طيب خلينا نحطها في جملة. هنجي نقول مثلا Henry couldn't comprehend the message. Henry مش قادر يستوعب أو مش قادر يفهم الرسالة. Describe something is to say or write what he look like. What something or someone is like. يعني انك انت تشرح أو تصف معناها انك تقول حد شبه ايه. مثلا بنقول في الجملة They describe their home as a heaven. يعني هم وصفوا بيتهم كأنه جنة. تمام. Ever. ما نقولش ever، لا ever. Ever means in any time. Ever means in any time. تمام. خلينا نحطها في جملة. Going skiing last winter was the most fun I have ever had. يعني التزلج اللي انا عملته في الشتاء اللي فات كان اكتر حاجه ممتعه انا عملتها في حياتي كلها. ever معناها any time في اي وقت في حياتي كله. تمام. fail
means you don't succeed in what you try to do. يعني ايه؟ يعني انك انت تفشل، انك معناها انك تبداش تنجح في اللي انت عاوز تعمله. يعني ايه؟ مثلا نقول مثال كده، since he failed to get the job he was sad. يعني من ساعة ما هو فشل انه ياخد الوظيفة هو حزين. اكيد الوظيفة بتاعت حزين لازم يكون حزين يعني. تمام. الجملة اللي بعدها تقول، او الكلمة اللي بعدها تقول friendly means to behave in a kind way with someone. Friendly means to have or to behave in a kind way with someone. يعني انك انت friendly تعمل بحميمية، انك تعمل بشكل كويس مع شخص ما. زي مثلا لما نقول the friendly animals came up to the girl. The friendly animals came up to the girl. يعني الحيوانات الأليفة جاءت للفتاة. وهنا ما قصرته بمعنى أليفة أو محببة أو حاجة زي كده. آخر كلمة معانا إن شاء الله النهاردة بتقول great. 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 ما تقولش great، لا great. 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 أيوة great. Great. تمام كده. Great is a score or mark given to someone's work. يعني great الدرجة اللي هي العلامة بتاخدها في شغلك، مثلا انك انت نزلت درجة او طلعت درجة او ما الى ذلك. مثلا نقول في الجملة I managed to get good grade on my report card. I managed to get good grades on my report card. يعني انا باخد درجات كويسة في ملف التقرير بتاعي كل سنة. واحد متفوق في شغله بسم الله ما شاء الله بده يزيد. دي كانت الكلمات بتاعت النهاردة. هنزل لك دلوقتي ان شاء الله الاسئلة بتاعت الكلمات بتاعت النهاردة ان شاء الله عشان تحلها. وما تنساش تعمل لايك كومنت شير واشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات اول باول. واتمنى من رب ان تكون الفيديو عجبكم، واشوف فيشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.